الخير، انا حبيت بس ابعت الفيديو ده in general او in public لمدام فاطمة نعوت. اولا انا من سوء حظي اني ما كنتش متابع مدام فاطمة نعوت من الاول. كل اللي كنت اعرفه عنها ان هي واحدة بتدافع عن الاقليات، او واحدة بتدافع عن حقوق الانسان، بتدافع عن المسيحيين، بس من بعيد لبعيد. لكن مع الوقت لما دخلت على صفحتها تابعتها، الصراحة هي إنسانة ممتازة. طبعا ده مش عايز كلام، لكن أنا فوجئت عشان هي استضافت البابا في صالون ثقافي. فوجئت إن هي بتبكي وإن هي في ناس بتهاجمها وإزاي تعملي كده. المهم طلعت الفيديوهات كلها، طلعت الإنترنت، يعني عرفت إيه الموضوع كله بخباياه بالدنيا كلها. وهرد في 3 نقط. بالنسبة للمسيحيين المعترضين إن قداسة البابا يروح صالون ثقافي، المشكلة مش عند مدام فاطمة نعوت، المشكلة عندكم أنتوا. لسبب إنكم ألهتوا البابا، مش ألهتوا يعني أنتوا بتعبدوه وتسجدوا له، لأ، يعني البابا هو أب روحي للمسيحيين بتاعت مصر كلها، أب روحي، ولكن هو ليس إله يعني. يعني هو إنسان بيتكلم زينا، بيعبد ربنا، بيرعانا زي الفل. كون إنه يحضر صالون ثقافي دي حاجة لا تنقصه أي شيء، بل بالعكس دي حاجة بتوري إزاي هو يعني متسامح، وإزاي هو متواضع إنه في صالون ثقافي بيستضيفه وهو بيتكلم فيه ويناقش فيه. دي حاجة. فهو كونه انه انتوا بتقدسوه زيادة، دي مشكلة، مش مشكلة مدام فاطمة ولا مشكلة البابا، دي مشكلتكم انتوا. بابا تواضعه قامة روحية، قامة انسانية، قامة ثقافية، تمام. لكن مش معنى كده انه اله ممنوع الاقتراب، يعني او ان عشان حد بعدين انتوا برضو معترضين ان هي كرمته او ادته درع، يعني او ادته جايزة او درع للتكريم. يعني هي كرمته، بتقولوا ميم دي يعني عشان تدي للبابا جايزة، يعني ميم مش عارف ايه. هي كاتبة وإنسانة محترمة والكنيسة كلها بتحبها والمسيحيين كلها بيحبوها، ومش المسيحيين بس، وكل المسلمين الغير متطرفين بيحبوها. هي الدرع ده كحاجة كده يعني، كسوفينير، تذكار، مش تذكار، حاجة بتعبر عن تقديرها للبابا تواضروس، تمام؟ لا هو أكثر ولا هو أقل. أما مين عشان تدي لا هي ليها وعليها، دي واحدة كاتبة 20 كتاب ومترجمة ترجمات كتير ولها مقالاتها وتكتب 5 6 جرايد يعني، وإنسانة محترمة. هي قامة لوحديها. فمش لازم تكون منظمة العفو، مش العفو منظمة ال مش عارف ايه اليونسكو تدي للبابا، لا، هي فاطمة نعوت لوحدها هي منظمة تستاهل وإنسانة ليها قدر. ده بالنسبة لك. فعايز أقول إن المشكلة مش عند مدام فاطمة، المشكلة عندكم أنتوا يلي بتألهوا البابا وعايزين تحطوه كده في قامة لوحده. البابا يستاهل كل خير، لكنه في الأول وفي الآخر هو إنسان زينا خالص. مشكلة مشكلتكم أنتم. أما بالنسبة للمسلمين المعترضين، إزاي تقدر تستضيف البابا وما استضفتش البابا؟ أنتوا يعني أنتوا معترضين لأنكم متشددين، متعصبين، بتكرهوا الخير. فأنا مش هرد عليكم ومش عايز أعبركم. أما بالنسبة للمسلمين الغير متشددين، تمام، فهم بيأيدوا اللي هي عملته وبيدعموها. فانتوا ألف شكر ليكوا انكم بتحبونا وعايزين حد يعني، وبتفرحوا ان حد بيودنا وبيحبنا. فعايز اقول لمدام فاطمة ما تزعليش من شخص متشدد او شخص بيفكر بطريقة غلط فبيأله الاب الروحي بتاعه بابا تواضروس. وبعدين عايز اقول لك حاجه، في حاجه تانية يقول لك ايه، هي ورطت البابا، ورطت البابا. بابا ما حدش يعرف يورطه، لا البابا شنودة حد يعرف يورطه، ولا البابا تواضروس حد يعرف يورطه، مش بالقوه،
لكن بالحكمة وبالفطنة الإلهية اللي هو اللي ربنا بيديها لبابا تودروس أو أي بابا مسك كرسي البابا. فبالفطنة لو هو البابا تودروس مش عايز الصالون، كان قال مدام فاطمة معلش أنا آسف، عند الظروف مش هقدر أحضر، أو أنا آسف مش هقدر أحضر. أما بقى كان في الكاتدرائية أو كان في حتة تاني، برضه البابا تودروس لو عايز يحضروا في الكاتدرائية هيعملوا في الكاتدرائية، عايز يعملوا في حتة تاني هيعملوا في حتة تاني. اما بقى اللي بيقول لك اصل كان في طبل وزمامير ورقص ومش عارف ايه في ال، او مش رقص يعني ما سمعتش، اصلا بيقول كان في غنى وطبل وزمامير. طب ما انتوا المسلمين كلهم معترضين دايما وبيقولوا انه في طبل وزمامير في الكنيسه وبيعبدوا ربنا بالموسيقى. فطبعا ده ما كانش موجود في الصالون، الصالون اتذاع على النت، دي حاجه. تاني حاجه ده مش غريبه علينا انكم تقولوا ان احنا بنطبل وبنزمر والكلام ده في الكنيسه. احنا بنعبد ربنا عن طريق اناشيد وتسابيح روحيه، لكن مش معنى كده ان احنا بنقلبها مسرح يعني. اما بالنسبه للصالون للاسف اما بالنسبه للصالون فما كانش فيه لا طبل ولا زمامير ولا اي حاجه، انتوا افتكستوها عشان متغاظين من مدام فاطمه. فعايز اقول لها ما تزعليش من واحد مسيحي بيأله البابا، ما تزعليش من واحد مسلم متشدد عايز يطلع عليك اي حاجة وخلاص عشان انت بتدافع عن المسيحيين. وعايزك تفرحي كمان بالمسلم اللي بيحب ربنا اللي بيأيدك، وتفرحي بالمسيحيين اللي بيأيدوكي. وألف شكر ليك يا مدام فاطمة. شكرا.